رجل ملك من الملوك في زمن من الأزمان، سلطان من السلاطين، أراد الخروج إلى الصيد، وجاء الوزير إلى هذا السلطان وقال أخرج معه. قال تفضل تعال. عندما أراد الخروج جرح الملك في إصبعه جرح بسيط. فقال الوزير للملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، هذا خير. غضب الملك وقال الوزير تهزأ بي؟ فرحت أني قطعت. تعال. أخذ الوزير وأدخله إلى السجن وأغلق عليه باب الزنزان، ثم قال له مستهزئا، الملك الآن يستهزئ بمن؟ بالوزير. قال الوزير مستهزئ، قال سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير، كل شيء خير، هذا خير سجنك. وخرج إلى الصيد، طبعا يخرج إلى الصيد بدون حاشية بدون حرس، وهو في الصيد وجدوا جماعة من الناس وأمسكوه. قال لماذا؟ ماذا تريد مني؟ قال نحن لنا أيام نبحث عن رجل نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك. قال أنت أحسن قربان، كم سمين أنت ملك. قيدوه. عندما وضعوا القيود في يديه وجدوا مجروح الإصبع، قالوا أنت معين، لا تصلح أن تكون قربان للآلهة، اتركوا. رجع إلى من؟ إلى الوزير. قال والله صدقت، إن جرحي خير. قال لا وزير. قال لا لا والله، والله أنت الذي صدقت أن سجني خير. قال كيف؟ قال أنا لو كنت معك في الصيد الآن أنا لست معي، كنت في عداد القرابين والأموات. المؤمن يا أخواننا ما يتطير، ما يتشائم أبدا.